السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، خلال هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بإنجاز نموذج للامتحان الموحد الإقليمي لمادة الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي، فلنتابع جيدا. نبدأ بالتمرين الأول الذي يقول ضع وأنجز. لدينا العملية 1 32104 زائد 28.164 ناقص 52.052. إذا سنحسب أولا العملية بين القوسين، أي عملية الجمع 32104 زائد، أضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري. لدينا هذا عدد صحيح، إذا الفاصلة ستكون هنا 28.164. هنا يمكن أن أضيف 0 0 0 لأن الأصفار بعد الفاصلة لا تغير من قيمة العدد. 0 زائد 4 تساوي 4، 0 زائد 6 تساوي 6، 0 زائد 1 يساوي 1. أنزل الفاصلة، 4 زائد 8 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 0 1، و1 زائد 2 تساوي 3، 1 زائد لا شيء 1، 2 زائد لا شيء 2، و3 زائد لا شيء 3. لنحصل على 32,132.164. الآن سنقوم بطرح 52.052 من هذا العدد الذي وجدناه. أكتب 32,132.164 ناقص العدد الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح 52، وهنا 0 52، 4 ناقص 2 تساوي 2، 6 ناقص 5 تساوي 1، 1 ناقص 0 يساوي 1. أنزل الفاصلة، 2 ناقص 2 تساوي 0، 3 ناقص 5 لا يمكن. أستلف 10 وأرد السلف هنا، 13 ناقص 5 تساوي 8، 1 ناقص 1 يساوي 0، و2 ناقص لا شيء تساوي 2، و3 ناقص لا شيء تساوي 3. إذا نحصل على 32,080.112. العملية الثانية عملية الضرب، 798.4.05 تساوي، نضعها على هذا الشكل، 798.4.05 الخط، 5 في 8 تساوي 40، نكتب 0 ونحتفظ بـ4، 5 في 9 تساوي 45، 4 زائد 4 تساوي 49، 5 في 7 تساوي 35، 4 زائد 4 تساوي 39. نضع النقطة لأننا سنمر للعدد الموالي، للرقم الموالي، 0 0 في 8 0 0 في 9 0 0 في 7 0. أضع الآن النقطتين، 4 في 8 32، أكتب 2 وأحتفظ ب3، 4 في 9 36 زائد 3 39، أكتب 9 وأحتفظ ب3، و4 في 7 تساوي 28، 28 زائد 3 تساوي 32، نكتب 32. الآن نقوم بإنجاز عملية الجمع، 0 زائد لا شيء تساوي 0، 9 زائد 0 تساوي 9، و9 زائد 2 تساوي 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1، 1 زائد 3 4 زائد 9 تساوي 13، أكتب 3 وأحتفظ ب1، 1 زائد 2 3، و3 زائد لا شيء تساوي 3.
هنا لدينا رقمان بعد الفاصلة، أحسبها أيضا هنا رقمان بعد الفاصلة وأضعها لنحصل على 3331.90. العملية الثالثة وهي عملية القسمة، لدينا 857.72 مقسومة على 164 تساوي، نكتبها على هذا الشكل 0.72 مقسومة على 164. لدينا هنا ثلاثة أرقام، 164 نأخذ أيضا ثلاثة أرقام 857. إذا 857 مقسومة على 164 تساوي 5، لأن 5 في 4 تساوي 20، أكتب 0 وأحتفل ب2. 5 في 6 تساوي 30، زائد 2 32، و5 في 1 تساوي 5، زائد 3 تساوي 8. قم بإنجاز عملية الطرح، 7 ناقص 0 7، 5 ناقص 2 3، و8 ناقص 8 0. أنزل هنا 7 ولا أنسى وضع الفاصلة، لأننا مررنا إلى الجزء العشري. 377 مقسوم على 164 تساوي 2، أن 2 في 4 تساوي 8، و2 في 6 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفل ب1. 2 في 1 تساوي 1، تساوي 2 عفوا، زائد 1 تساوي 3. أنجز عملية الطرح، هنا 7 ناقص 8 لا يمكن، أستلف 10 وأرد السلف هنا، 17 ناقص 8 9، 7 ناقص 3 تساوي 5، 7 ناقص 3 تساوي 4 وليس 5، 7 ناقص 3 تساوي 4، و3 ناقص 3 تساوي 0. أنزل 2، 492 مقسومة على 164 تساوي 3، لأن 3 في 4 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفل ب1. 3 في 6 تساوي 18، زائد 1 تساوي 19، أكتب 9 وأحتفل ب1. و3 في 1 تساوي 3، زائد 1 تساوي 4. إذن 2 ناقص 2 0، 9 ناقص 9 0، 4 ناقص 4 0. حصلنا على خارج بقيمة 5.23. نمر للتمرين رقم 4. السؤال رقم 4، أحسب وأختزل. لدينا أعداد كسرية، 4 زائد 3 زائد 6 على 5 في 2 في 1 في 1 على 2 تساوي. نقوم بإنجاز عملية الجمع أولا، 4 على 3 زائد 6 على 5. لدينا هنا مقامان مختلفان، يجب أولا أن نوحد المقام، والمقام المشترك بين 5 و 3 هو 15. إذن أكتب 4 على 3 6 على 5، وهنا أضرب 3 في 5 و4 في 5. العدد الذي ضربنا فيه البسط نضرب المقام نضرب فيه البسط أيضا. وهنا لدينا 6 على 5، ضربنا 5 في 3 نضرب أيضا 6 في 3، كي لا تتغير قيمة الكسر. إذن 4 في 5 تساوي 20، و3 في 5 تساوي 15، زائد 6 في 3 18، و5 في 3 15. نقوم بالجمع، نحتفظ بالمقام الذي هو 15. الآن 20 زائد 18 تساوي 38. نمر للضرب، 38 مقسوم على 15 في 1 على 2 تساوي. يمكن كتابة 38 هي 19 في 2 على 15 في 1 على 2. لدينا هنا 2 في البسط و2 في المقام، نقوم بالاختزال، ويبقى لنا 19 على 15 في 1، أي 19 على 15 فقط. نمر للسؤال
رقم 5. رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا، لنا 30، 35 على 100، 0.003، و 3 على 10، و 0.03. إذن لترتيب هذه الأعداد ترتيبا تزايديا، أي من الأصغر إلى الأكبر، يجب أن نقارن الجزء الصحيح والجزء العشري للأعداد، وقبل ذلك أن نحول الأعداد التي على شكل كسر إلى أعداد عشرية أو صحيحة. نحول 35 على 100 إلى عدد عشري لنحصل على 0.35، و 3 على 10 تساوي 0.3. إذن الآن يمكننا أن نقارن. لدينا هنا في الجزء الصحيح 30، وهنا 0.0000. لدينا 30 أكبر من 0، إذن سنتركها هي في الأخير. ولدينا 0.0000 تساوي. نمر للجزء العشري 3.0000، 3 أكبر من 0. نمر للجزء العددي الرقم الموالي 0، وهنا 3. إذن سنأخذ هذا العدد الذي هو 0.003، أصغر من، أشطب عليه 0.003، 0.003، أشطب عليه. ثم لدينا هنا 0.35، وهنا 0.3. إذن سنأخذ 0.3، أصغر من 0.35. سنكتب قيمته، عفوا هنا لن نكتب 0.3، بس سنكتب 3 على 10، لأن هذه هي القيمة التي أعطونا إياها في التمرين. ثم 0.35 سنكتبها على شكل 35 على 100، وفي الأخير تبقى لنا 30. جيد، نمر للتمرين رقم 6 الذي يقول: حل المسألة الآتية. أحسب المدة اللازمة لتقطع شاحنة مسافة 200 كيلومتر، علما أن سرعتها المتوسطة هي 80 كيلومتر في الساعة. لدينا المسافة T تساوي 200 كيلومتر، ولدينا السرعة المتوسطة أي V تساوي 80 كيلومتر في الساعة. نحن نبحث عن T. T سنستخرجها من العلاقة التالية: T تساوي D على V، ويكفي أن نعوض 200 على 80 لنحصل على 2.5، و2.5 2.5، أي ساعتان ونصف ساعة هو 30 دقيقة. لا نكتب فاصلة 50 دقيقة 30، لأن 2.5 أي 2.5، نصف ساعة، ساعتان ونصف. أكتب هنا T كي لا أنسى، تساوي 2.5 ساعة. لأننا اختزلنا هنا بالكيلومتر، كانت لدينا 200 كيلومتر على 80 كيلومتر على الساعة. اختزلنا بالكيلومتر وبقيت ساعة. نقش 2.5 ساعة، أي 2.5 ساعة. نمر للتمرين الموالي في مجال الأنشطة الهندسية رقم 7. لدينا: ارسم زاوية قائمة AOB، ثم ارسم منصفها XO. ما هو قياس الزاويتين AOX و XOB؟ نقوم أولا بإنشاء زاوية قائمة. نستعمل إما الكوس
أو المنقلة. سأستعمل كوسة هنا، أضعه بهذا الشكل، أرسم ذي العين، ثم أربطهما بهذا الشكل لأحصل على زاوية قائمة رأسها O، وأضع هنا النقطة A وهنا النقطة B. الآن سنقوم بإنشاء المنصف XO. ماذا نفعل؟ نحتاج إلى البركار، أخذ قياسا بهذا الشكل، أضع رأس البركار أي الشوكة على رأس الزاوية O، أضع قياسا عفوا بهذا الشكل، ثم أغير القياس قليلا. إذا أردت فقط أضع الآن رأس الشوكة على العلامات التي وضعتها هكذا، عفوا، ثم الطرف الثاني بهذا الشكل، تقاطع هاتين العلامتين، أربطهما وأصلهما برأس الزاوية O. وهذا هو نصف المستقيم XO أو منصف الزاوية AOB. الآن لدينا قياس الزاوية AOB هي عبارة عن زاوية قائمة، إذا قياسها 90 درجة. AOB قياسها 90 درجة، ومنصف الزاوية يقوم بقسمة الزاوية إلى نصفين. إذا لدينا قياس AOX يساوي قياس XOB يساوي 90 على 2 هي 45 درجة. جيد، نمر الآن للتمرين رقم 8. أرسم مستطيلا ABC BCD بحيث يكون قياس طوله L كبيرة تساوي 5 سنتيمتر، وقياس عرضه L صغيرة تساوي 3 سنتيمتر، ثم احسب مساحته. سنقوم أولا برسم المستطيل. سنأخذ الطول يساوي 5 سنتيمتر، هنا أستعمل الكوس في القياس، الصفر يكون مع رأس الكوس، وإن كنتم تستعملون المسطرة فغالبا ما يكون الصفر هنا مكان الواحد، فركزوا جيدا كي لا تخطئوا في القياسات. إذا هنا لدي أنا صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، والعرض أشكل زاوية قائمة 3 سنتيمتر هنا، في الطرف الثاني أيضا، خمسة، وهنا أربط بين الطرفين لأحصل على مستطيل A B C D الذي طوله 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. الآن سنقوم بحساب المساحة، ومساحة المستطيل تساوي الطول في العرض تساوي 5 في 3 لنحصل على 15، ولدينا سنتيمتر في سنتيمتر سنتيمتر مربع. جيد، السؤال الموالي وهو السؤال رقم 9 يقول في التماثل
المحوري. لدينا شكل، سنقوم برسم مماثله. سأقوم برسم الشكل الأصلي ثم أعود إليكم لنقوم برسم مماثله. إذن هذا هو الشكل الذي لدينا على الورقة. نأخذ رؤوس هذا المثلث. الرأس الأول يبعد عن محور التماثل بمربع واحد، إذن أتمشى من الجانب الثاني مربعا واحدا فقط، النقطة الأولى. وهاته 1 2 3، إذن 1 2 3. وهنا لدينا هذه النقطة تبعد 1 2 3، أمشي 1 2 و3. الآن أقوم بربط النقط فيما بينها لأحصل على مماثل الشكل. إذن هذا هو مماثل الشكل. نمر الآن للتمرين رقم 10، والذي يقول: حل المسألة الآتية. حقل على شكل شبه منحرف، قياس قاعدته الكبرى 45 متر، وقياس قاعدته الصغرى 33 متر، وارتفاعه 3/5 قياس قاعدته. احسب مساحة هذا الحقل. سنقوم أولا بحساب ارتفاعه. لدينا تمرين 10، h تساوي 3/5 في قياس قاعدته الكبرى، أي 3/5 في 45، و45 تكتب، أكتب أولا 3/5، 5 في 9. هنا سأقوم باختزال بالعدد 5، ليبقى لي 3 في 9 27 متر. الآن نمر لحساب مساحة هذا الشبه منحرف، الذي يساوي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى 33 في الارتفاع، أي في 27، الكل على 2. إذن لدينا 45 زائد 33 تساوي 78 في 27 تساوي 2106 على 2. نقسمها على 2 لنحصل على 153 متر مربع. جيد، هذه هي المساحة. نمر الآن لمجال أنشطة القياس. حول إلى الوحدة المطلوبة. 11 72.8 كيلومتر و 357.46 متر، كم تساوي من هكتومتر؟ سنحتاج إلى جدول القياسات أو التحويلات. قلنا لدينا 72 كيلومتر، 72 كيلومتر فاصلة 8، الفاصلة في جدار الكيلومتر فاصلة 8، و 357 متر، أي 7 في المتر، 5 في الديكامتر، و 3 في الهكتومتر، فاصلة قلنا 46. سنقوم بتحويلها إلى الهكتومتر، أي سنقوم بعملية الجمع أولا. لا شيء زائد 6 تساوي 6، لا شيء زائد 4 تساوي 4، لا شيء زائد 7 تساوي 7، لا شيء زائد 5 تساوي 5، و 8 زائد 3 تساوي 11، أكتب 1 وأحتفظ ب 1، 1 زائد 2 3، و 7 زائد لا شيء تساوي 7. الآن لنحولها إلى الهكتومتر، سنقوم بوضع الفاصلة على جدار الهكتومتر لنحصل على 731.5746. سأكتب هذا العدد هنا، قلت 731
فاصلة 5746. التمرين 12 أو الوحدة 12 لدينا 8.5 قنطار و 39.6 هكتوغرام و 869 كيلوغرام، نحولها إلى الديكاغرام. سأكتب هذه القياسات في جدول الكتل، تحويل الكتل. قلنا 8.5 قنطار، القنطار 8.5 و 39 هكتوغرام، الهكتوغرام 39 هكتوغرام فاصلة 6، ثم 869 كيلوغرام، الكيلوغرام أكتب فيه 9.6.8. الآن نقوم بالجمع. يمكن أن نضيف الأصفار لنحول إلى نفس الوحدة أو نعتمد هذه الطريقة. 6 زائد لا شيء تساوي 6، 0 زائد 9 زائد 0 تساوي 9، 3 زائد 9 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 5 6 زائد 6 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 8 9 زائد 8 17، هكذا. إذن وطلب منا أن نحولها للديكامتر، إذن سنكتب 172,296، قلنا تساوي 172,296. إذن الرقم 13 لدينا 5 هكتار و 17.18 ديكامتر مربع و 25 سنتي آر، سنحولها إلى الآر. سنعتمد جدول التحويلات أيضا، دائما يجب أن تحفظوا هذه الجداول. لدينا 5 هكتار و 17.18 ديسيمتر، 17 فاصلة في جدار الديسيمتر 18، ولدينا 25 سنتي آر، 25. الآن نقوم بعملية الجمع. 5 زائد 8 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 2 تساوي 4، 7 زائد لا شيء تساوي 7، 1 زائد لا شيء يساوي 1، و 5 زائد لا شيء تساوي 5. وطلب منا أن نحولها إلى الآر، إذن سنضع الفاصلة هنا لنحصل على 517.43. أكتب 500، عفوا الصورة لا تظهر، 517.43. نمر لأربعة عشر، لدينا 4.15 متر مكعب، هكذا، و 7250.8 ديسي لتر، كم تساوي من ديسي متر مكعب؟ سنحتاج أيضا إلى الجدول. هنا لدينا 4.15 متر مكعب، 4 في المتر مكعب، الفاصلة هنا 15، و 7250 ديسيلتر، أي صفر سيكون هنا، لدينا هنا الفاصلة في جدار الديسيلتر 5.27 وفاصلة 8. نقوم بعملية الجمع. 0 زائد 8 8، 0 زائد 0 0، 5 زائد 0 5، 5 زائد 2 7، 1 زائد 7 8، و 4 زائد لا شيء 4.
نحولها إلى الديسيمتر مكعب، أي سنضع الفاصلة هنا على جدار الديسيمتر مكعب لنحصل على 4875. 4875.08. جيد، نمر للتمرين رقم 15 الذي يقول: سهريج على شكل أسطوانة قائمة، شعاع قاعدتها 3 سنتيمتر. الشعاع يعني R صغيرة تساوي 3 متر وليس سنتيمتر، 3 متر، وارتفاعها H يساوي 6 متر. ملئ بالماء إلى الثلث، أحسب كمية الماء الموجودة في هذا السهريج باللتر. نأخذ بي تساوي 3.14. إذن بما أن هذا السهريج على شكل أسطوانة، يجب أن نحسب حجمها أولا V، وحجم الأسطوانة هو P في R في R، هذا يسمى المساحة S في H. إذن لدينا P 3.14، R 3 في 3 في الارتفاع 6. نحسبها 3.14 في 3 في 3 في 6، نحصل على 169.56 متر مكعب. ولكن لدينا هذا السهريج ملئ إلى الثلث فقط، إذن سنضربه في 1/3 أو نقسمه على 3. كمية الماء، نكتب كمية الماء الموجودة في هذا السهريج هي 169.56 مقسومة على 3، أن قلنا ملئة إلى الثلث فقط، تساوي سنحصل على 56.52 متر مكعب، وطلب منا أن نحولها إلى اللتر. سنحتاج إلى هذا الجدول لنكتب فيه 56.52 متر مكعب، نحولها إلى اللتر، هذا هو اللتر، إذن سنضيف الصفر ونشطب على الفاصلة لنحصل على 56,520 لتر. جيد، وبهذا أعزائي التلاميذ يكون نموذجنا لهذا اليوم قد بلغ نهايته. إلى الملتقى إن شاء الله مع نماذج أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.